دارت كولر للمباراة الأخيرة أمام ميدياما وسر التحول في الشوط الثاني وانتقادات البعض بالرغم بالفوز 3-0. والله خلينا كابتن نرجع لما قبل مباراة ميدياما قبل التوقف، كنا قلنا إن بعد التعادل أمام الجونة كلنا بننتظر إن النادي الأهلي هيقدم لنا شكل مختلف بعد مع بداية دور المجموعات خصوصا مباراة ميدياما، لأن هيبقى مارسيل كولر والجهاز الفني بقى عندهم فترة توقف يقدروا يصلحوا فيها الأخطاء اللي ظهرت في بداية الموسم، كمان في عدد من اللاعبين يقدروا يشتغلوا عليهم ويصححوا لهم بعض الأمور. كمان اعتقد في وجهه نظري الشخصيه يعني هم استفادوا من قرار فيتوريا لما ما صفرش حسين الشحات وامام عاشور لرحله سيراليون وايا كان السبب، بس في الاخر هم تحت ادارتك وبالتالي تقدر تجهزهم المباراه بشكل كبير. انا شفت المباراه بشكل جيد، يعني الشوط الاول اعتقد النادي الاهلي ربما في البدايه اضاعه الاهداف السهله بصراحه، كره امام عاشور وكهربا دي كانت كره غريبه جدا، فكرتني بكره ابراهيم سعيد زمان في ماتش الترجي 2001، كره غريبه قوي بصراحه، يعني ردت كذا مره كانت سهل قوي انها تخش جول في اول خمس تقريبا دقايق. يا كريم انا في الاستاد شفتها حسيت ان كهربا كانه اتخض ان هي تردد بسرعه كده ونط، يعني لو كان وقف لو كان وقف كانت خبطت فيه داخل، عمل قفزه غريبه بسرعه، بس هي كانت غريبه جون بعضك في وجهه نظري في اول خمس دقايق لو النادي الاهلي احرز الهدف ده تسهل المباراه وتجبر نادي ميدياما ان هو يفتح خطوطه. تاني قعدنا في نفس المشكله بتاعت ان احنا مسايبين النتيجه 0-0، كل ما النتيجه 0-0 ميدياما حاسس ان هو يعني قادر ان هو يعمل مفاجاه. الشوط الثاني طبعا طبيعي مع التغييرات اللي عملها مارسيل كولر مع نزول قفشه وبيرسي تاو في الدقيقه 61 بالظبط، النادي الاهلي احتاج 4 دقائق كابتن اسلام 4 دقائق فقط عشان يحقق الهدف، وبونس الهدف الاول جه بدات الدنيا تفك والفريق ميدياما والامور تتغير خلاص فتح خطوط. انا بشوف ان الانطلاقه مهمه، وزي ما اتفقنا قبل كده ان دور المجموعات ده مهم قوي انك تقتل فيه التنافسيه. ليه؟ عشان بقيت لا ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، احنا عايزين هندخلها مع معمعه بصراحه الفتره الجايه، فانت عايز تقفل شويه الحته دي. اعتقد في وجهه نظري يعني ما يصحش اكيد، طب كل واحد في وجهه نظره عشان بس نبقى الدنيا واضحه، طبعا اي حد عايز ينتقد يقول الجماهير الاعلام كل واحد حر يقول وجهه نظره، بس في وجهه نظري البدايه جيده 3-0 في الجوله الاولى شكل كويس جدا. الوداد خسر من جالاكسي بادل بوتسوانا 1-0. عارف ان انا بحس ساعات ان الناس بتعمل ايه؟ ان الناس شايفه ان انا لازم انتقد، لازم اقول ان الاهلي وحش، لازم اقول ان هناك ممكن جدا لو الاهلي وحش مفيش مشكله، احنا بنقول هنا فجاه بنقول هنا والله كام حلقه كام حلقه الاسبوع اللي فات في وقت التوقف قلنا فيه الاهلي وحش في 1 2 3 كام حلقه كابتن اسلام؟ لا مش قصدي احنا، انا كده بتكلم بشكل عام ان الناس بقيت احس بكده دلوقتي. طب ليه يا جماعه ما نقول يا جماعه ما نقف جنب، انا مش بتكلم على جمهور الاهلي بتكلم بشكل عام، لانه حتى دلوقتي السؤال التحليليه يقول لك واضح ان الناس اتعودت على حاجات يعني كلاسيكيه كده يعني هقول لك حاجه بكل امانه وبصراحه برضه خلي بالك يا كابتن اسلام، النادي الاهلي في الفترة الأخيرة بكل أمانة هو بقى في فجوة في الكورة المصرية بصراحة، الأهلي في فجوة فنية، الأهلي في فجوة فنية يعني بينه وبين بقية الفرق، يعني نادي الزمالك لسه ما زال بيحاول يستعيد قدرات نفسه، نادي بيراميدز بصراحة رغم التدعيمات اللي عاملها كل شيء برضه الفريق عادي. ما تقصد ان الفجوه يعني لصالح الاهلي؟ لا في بعض ما هو سعاد ما هو انا بص احنا انا بس هكلمك عايز تقلل الفجوه بالكلام، هكلمك دلوقتي فعلا والله عايز تقلل الفجوه بالكلام كرئيس تحيه الله كوره، في ساعات بعض الاعلام يقول لك لا انا لازم اوزن، ليه؟ عشان ما اخليش الدنيا كلها تحس ان الموضوع طب افرض الاهلي يستحق، ما الاهلي بيشتغل، ما هو ده اللي انا بقوله، ما هي شغل، افرض الاهلي اشتغل الباقي ما اشتغلش او الباقي لسه بيصحح مساره، فانت لازم تعطي كل ذي حق حقه. بس انا بشوف بصراحه الموضوع مش محتاج نقد والنتيجه ممتازه جدا، ولما نشوف حتى نستعرض بقيه النتائج تورينا الاحصائيات كده يا سمير لو سمحت واحنا شغالين، اتفضل يا كريم. الاحصائيات جميل يعني ممتازه جدا في المباراه، وحتى اعتقد ايمن لما يتكلم معايا في هو محضر الارقام معاه، الارقام هتبين كان في فجوه واضحه يعني حتى لو يعني النهارده في مصطلح طلع بعد مباراه النهارده بنبقى يعني نادي الزمالك نقول له مبروك ان هو كسب في الكونفدراليه كممثل لمصر، في مصطلح طلع قريته كده ان اتقال في الاستوديو التحليلي المباريات تكسب ولا طلع. طيب مباراه الاهلي وميدياما عادي جدا، مباراه من المفترض من التصنيف الاول والتصنيف الرابع يا راجل ده بص تكسب ولا تلعب، بس بص الرقم لا مقارنه يعني ميدياما راح بكوره او بكورتين يعني من اخطاء عدم تركيز، لكن في النهايه الارقام كاسحه بنسبه الاستحواذ بعيده جدا عدد الركلات الركنيه بص محاولات الاهلي اللي على المرمى احنا عملنا 24 محاوله على المرمى نصهم كان بشكل صحيح وجبنا 3 اهداف،
فالنهارده الامور مش بقت الفرص هنا الفرص كام وهنا كام بالظبط. التمريرات حتى بص نسبه يعني فريق مدياما ما بيمسكش هو مش قادر يمسك كوره يعني هو حتى لما بيحاول ما فيش. ده معناه ان انت حتى لو الاهلي ظهر ان بس عشان مدياما راح بكورتين ان في قلق او الاهلي زي ما كريم قال كده ما وفقش في كره الكهرباء وبعديها كان في كره لحسين الشحات وكره بتاعت امام عاشور ما وفقناش فيهم فالشكل اللي طلع الشوط الاول 0-0 مش معناه ان الامور بائسه يعني اهو احنا حتى لا فرصنا لا بائسه دي خالص خلي بالك يعني انت حتى لا ساعات تحس ان يعني انت قاعد بتتفرج على سوري انا اسف وانت قاعد بتتفرج على الماتش ممكن تحس ان في 15 دقيقه وقعوا منك لكن دلوقتي لما تبص على الارقام اللي موجوده دي تحس ان انت في حته تانية. لا لا الفرق جاب كبير فريق مدياما يعني يحترم وكل التقدير ليه ان هم وصلوا لهذه المرحله من دور المجموعات وخرجين حرياك هناك يعني فهم لسه في بدايتهم فلكن الفجوه كبيره. الوداد اتغلب ده بص يا كابتن اسلام ده ماتش ايه بقى اتفرج على الماتش انا شفته يا خبر ابيض ده هو جالاكسي كرة واحدة لا كورتين بالامانه هو الكرة الطرش الاول هي كرة واحدة اللي هو المدافع الدهاني قال له انت واقف لوحدك خد الكرة روح على الجول روح على الجول غريبة جدا برضه الشوط الثاني كان عندهم ضربة ركنية والولد بصراحة كانت كرة قريبة كان ممكن يجيب الهدف الثاني بص بقى الناحية الثانية تخيل لو الماتش ده اتغلب خلص يا خبر ابيض لا وايه وبص بامانة الوداد باد لك باد لك بطريقه فظيعه واحنا عارفين خباك الوداد زي الاهلي ساعات بيبدا يعني السنه اللي فاتت برضه الاهلي والوداد بيبداوا وحشين ويفتكر انت حتى ساعتها قلت يا جماعه استنوا الوداد في النهاية وفعلا الوداد بيقدر يلاقي يلحق نفسه نادي كبير نادي مش صغير وبقى عنده تولز بس اللي اقصده الناس لازم تبقى هاديه شويه في التعامل احنا في افريقيا احنا بناخد الامور واحده واحده وكويس وهي مناسب جدا برضه يعني ما فيش ما يدعو يخليك ان انت تبقى متضايق وانت قاعد بتتفرج على الماتش امبارح يعني انت قاعد بتتفرج على الماتش امبارح لا شايف ان الشوط الاولاني قد يكون الدنيا ابطا سنه الشوط الثاني خلاص الدنيا اتعدلت لكن بما اننا بنتكلم عن السلبيات دائما خلال الفتره السابقه او خلال قناه النادي الاهلي والبيت الكبير تحديدا هناك بعض السلبيات اللي بنتكلم عنها لكن الايجابيات واضحه. طب النقطه يا كابتن اسلام في الاحصائيات موضوع الاكس جي ده يعني ممكن بس سمير يجيب لنا الاهداف المتوقعه يا جماعه الرقم الديفولت في كره القدم من 2 لـ3 صح ده يعني اعتى الفرق اعتى الفرق وطبعا مع اختلاف طبعا مع اختلاف انت بتلعب مين في المباراه بصراحه لكن احنا بنتكلم 5.2 ولا 5.4 5.2 مش 5.2 يعني يا جماعه موضوع موضوع بعيد جدا يعني احنا النادي الاهلي النهارده الحمد لله ان احنا واصلين ل يعني انا متخيل دي من الايجابيات لو لعيب قاعد معانا دلوقتي لو لعيب قاعد معانا اللي شارك في المباراه اي لعيب دون ذكر اسماء هيقول لي طب اقول لك يا كريم هو انتوا عايزين مننا ايه؟ عايزين مننا ايه صحيح؟ انتوا هتقعدوا بجد انا اشتغلت في 90 دقيقة وحققت لك الأرقام كلها دي انت عايز مننا ايه؟ ودايما انا بقول كلمة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بالزبط. يعني ما تقدرش تتكلم بتديك المؤشر الشكل العام ماشي ازاي؟ بالظبط بتديك المؤشر وحاجة كمان نحن ولما هو قادم برضه خلي بالك طب ده احنا عندنا ماتش يا كابتن سامي يوم الثلاثاء سموحة يوم السبت عندك يانج افريكا ترجع يوم الأربعاء تلعب زد لا ويانج كمان هيلعبنا 9 احنا كنا متعودين بنلعب في تنزانيا 6 ونمشي بدري هو انتوا مش عاجبكم بقى 6 ولا خلينا 9 حلوة زي الفل سهرة حلوة طيب